التحديات تشكل قوة المرأة السعودية، ورغبتها في التميز تقودها دائماً للصدارة. في الفصل الأخير من دراستي الجامعية أخذت مادة دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الأسوية، وطبقت بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض. بعدين كنت أصطحب الأطفال ذوي الإعاقة في الأماكن العامة ليعتمدوا على أنفسهم ودمجهم مع المجتمع. سبحان الله، بعد تخرج من الجامعة بعدة أشهر أصبت بحادث مروري وأثر علي بشلل سفلي، وكأن تجربتي مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع المجتمع تهيئ لي أنا لحياتي القادمة. وبفضل من الله كان عندي العزيمة والإصرار أني أتكيف مع الإعاقة وأني أمارس حياتي الطبيعية. قررت أأمن مستقبل بناتي، وهالشي خلاني أنوع من مصادر دخلي، والحمد لله قدرت أبني بيت لي والبناتي. فضل من الله صممت بيتي وجهزته حتى يكون متوافق مع احتياجاتي وأنه يكون بالقرب من مقر عملي. رغم كل الظروف اللي مريت فيها والصعوبات اللي تعرضت لها، إلا أني آمنت بنفسي وإني قادرة على فعل كل شيء بنفسي وأكون جزء من تحسين حياة الآخرين. وهذا كان كله بفضل الله ثم مساعدة أسرتي، وخاصة أمي وأبوي الله يرحمهم. التحديات تشكل قوة المرأة السعودية، ورغبتها في التميز تقودها دائماً للصدارة مهما كانت الصعوبات. لذا ضعي أهدافك نصب عينيك وخططي لها بدقة، وسعي دائماً لتحقيقها مهما كانت العراقيل، يوماً بعد يوم.